بيكم حلقة جديدة وفيديو جديد عن الفيديو اللي أعلى نسبة مشاهدة عندنا في التشانل هو برج العذراء، وهتكلم عن نصائح وتحذيرات لمواليد برج العذراء لشهر أغسطس 2023 من أول النهاردة من يوم 17 لحد يوم حد آخر الشهر. ايه هي طاقة برج العذراء؟ اول حاجة عايز اشكر مواليد برج العذراء علشان انتوا اعلى نسبة مشاهدة، فبجد من كل قلبي thank you على دعمكم، thank you على السبورت القوي جدا جدا منكم. ولو انتوا عايزين البرج بتاعكم يبقى البرج الاكثر نسبة مشاهدة بليز بقى تعملوا شير كتير كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من من المتابعين. حاضر يا في حد من صحابي بيقول عايز نصائح عقارية، انا بقيت خلاص اكسبرت بعد ما اتنصب عليا بقيت اكسبرت خلاص. طيب اول حاجة عايزين نقول مواليد برج العذراء ان الفترة دي هي فترة يعني فيها شوية ups and downs، يعني مش افضل حاجة في الدنيا، بس ممكن يكون عندكم شوية عارفين اللي هو الدنيا بتطلع وبتنزل معاكم، فعادي يا برج العذراء. انا ما بخافش يا جماعة على مواليد برج العذراء عشان هو برج قوي، برج يعني يعتمد عليه، فما بخافش عليكم مهما كانت الظروف صعبة، مهما كان عندكم مشاكل بتعرفوا ازاي تقوموا، بتعرفوا ازاي تسندوا نفسكم. طيب فانا شايفة ان انت الفترة اللي فاتت ممكن ما يكون كان عندك مشاكل كتير في حياتك وانت بتحاول تدور على حلول، او انت طاقتك دلوقتي ان انت بتحاول تدور على حلول يا مواليد برج العذراء. كمان انتوا ممكن ما تكونوش كنتوا مهتمين بنفسكم، حالتكم الصحيه ليست الافضل على الاطلاق، عندكم مشكله صحيه بتحاولوا ان انتوا تعالجوها. شايفه ان معظم مواليد برج العذراء ممكن يكون عندكم زياره طبيب، يا اما حاجه تخصك يا اما حاجه تخص شخص من العائله. تعاني من مشاكل في التوتر، قلق، طقطق، مش عارفه، مش مظبوطه قوي، خايف من حاجه، لخبطه، تعب، انرجي بتاعتك مش افضل حاجه، حاسس كده ان انت كانك عندك شعور كده ان انت في حاجه ناقصاك. قولوا لي بقى ايه الشعور ده يا برج العذراء، ايه الحاجه اللي انتوا حاسين ان هي ناقصاكوا؟ ايه الشعور؟ يعني هل ناقصك حب؟ هل ناقصك مشاعر؟ هل ناقصك حد يعبر لك عن مشاعره؟ بقى شايفاك محتاج شعور بالامان، محتاج شعور بالحب، محتاج الشعور بالانرجي، فانت كانك محتاج لشخص يدي لك طاقه حب، يدي لك طاقه مشاعر. هل بتدور على الحب ولا لا الفتره دي يا برج العذراء؟ كمان شايفه ان الحبيب بتاعك عنيد قوي معاك الفتره دي، يعني الحبيب بتاعك عنده طاقه، عنده طاقه مكابره، يعني اللي هو بقى ايه، طيب انا هتقل عليك وهوريك وهحسسك قد ايه انت محتاج لي. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه، بليز تعملوا كلكم شير للفيديو عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من المتابعين. ولو بتتابعوني من جوه مصر بيستعملوا لايك، لو بتتابعوني من بره مصر بيستعملوا لاف للفيديو. وليه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر اغسطس؟ اديك اوبشنز: برج السرطان، برج الحوت، برج التور، برج الجدي، برج الدلو، برج اختاروا برج من الابراج دي. طيب انا شايفه ان انت الفتره دي برضو برج العذراء عندكم طاقه اهتمام بالسفر، كانك بتدور على سفر او عايز تسافر او عايز فرصه عمل ليها علاقه بسفر في دوله خارجيه عن الدوله بتاعتك. اوبا قولوا لي بقى يا برج العذراء عايزين تسافروا تروحوا فين؟ انا عن نفسي يا جماعه بجد بدور على فرصه عمل فريلانسر في الامارات او السعوديه، يعني حاجه اشتغلها كده، يعني حاجات ليها علاقه بالاعلانات، بالبابليك ريليشنز، اي حد ليها علاقه بالبي ار في الامارات او السعوديه او الكويت او البحرين او قطر يتواصل معايا. انا شايفاك بتدور على فرصه عمل ليها علاقه بسفر او ليها علاقه بعمله خارجيه او عمله اجنبيه بتجيلك. ايوه بقى يا برج العذراء انا عايزاكم كده تنجحوا. كمان شايفاك بتشتغل على حلول لمشاكل عندك، كانك مركز ان انت يكون عندك حلول للمشاكل اللي انت ممكن تكون بتواجهها الفتره دي، فانت بتركز على ازاي اخرج من المأزق، ازاي اخرج من المشكله، بتحاول تدور على حلول. كمان شايفاكوا ان انت بتبحث عن السعاده في حياتك يا برج العذراء، كانك كنت الفتره اللي فاتت حاسس ان انت مفتقد الشعور بالامان، مفتقد الشعور بالسعاده في حياتك، فانت عايز تحس بالسعاده. عندك طاقه قلق على مثلا حد من اهلك، ممكن يكون ولادك، ممكن يكون اب وام، ممكن يكون اخوات، عندك طاقه قلق على حد في العيله عندك يا برج العذراء. كمان شايفاك ما شاء الله عندك الفتره الجايه شكلك حلو، كاريزماتيك، شكلك بتهتم بشكلك، بتهتم بعد فتره انت كنت مش مهتم بشكلك خالص، شكلك حلو، مبدع كده، عندك افكار حلوه، عندك ابداعات حلوه جدا يا برج العذراء. كمان عندك خساره، بس بعد الخساره دي ربنا سبحانه وتعالى هيحدث بعد ذلك امر وهتقدر تعوض هذه الخساره. انا كمان كان عندي خساره كده في حاجه، يعني شايفه ان بعد ما انت خسرت حاجه او بعد الخساره بتحاول ان انت تبدع بعد كده او ان انت تعوض الخساره بشكل كويس. طيب الحاجه اللي عايز احذر مواليد برج العذراء، عندكم طاقه سحر في حياتكم او طاقه حسد، يا يعني اما طاقه حسد يا اما انت محسود، يا اما حد عامل لك سحر وبيجدد.
يعني معظم مواليد برج العذراء معرضين ان حد يعمل لهم سحر او يعمل لهم عمل بقى وبيتجدد العمل ده، او عندكم طاقه حسد قويه جدا جدا. طيب كمان فتره شايفه ان في فتره عندكم مشاكل عاطفيه برج، عندكم شويه مشاكل عاطفيه مع البارتنر بتاعكم، يعني المتجوزين او مرتبطين علاقتك مع البارتنر بتاعك او علاقتك مع الشريك بتاعك مش مستقره، كل شويه تحس ان انت والبارتنر بتاعك بتتخانقوا كتير، في مشكله مثلا، مشكله ما بينكم، بتشدوا في شعر بعض، يعني كل واحد ماسك للتاني على الغلطه، او انت زعلان جدا جدا من البارتنر بتاعك بسبب ان هو مثلا خانك، او بسبب ان هو مشي وسابك، او بسبب قله اهتمام، او بسبب ان هو مش بيعبرك عن مشاعره، فتشعر بالوحده العاطفيه. على فكره برج العذراء سواء منفصل او سواء مرتبط او عايز عنده وحده عاطفيه، يعني حتى المرتبطين عندهم وحده عاطفيه الفتره دي، يعني بتشعروا بالوحده العاطفيه، دماغك مشغوله جدا، بتفكروا كتير قوي قوي، في دماغك فيها 600,000 فكره، ودماغك مشغوله، وشايفاك بتحاول ان انت تحسن من مصادر الدخل بتاعتك، بتشتغل على ابواب رزقك، ويعني انتبه وركز، وممكن يتفتح لك باب رزق جديد غير متوقع يا برج العذراء، هيساعدك ان انت تخلص ديونك، هيساعدك ان انت تحل مشاكلك الماديه، وخصوصا ان عام 2023 كان عام كبيس ماديا على مواليد برج العذراء، علشان كده يعني برج العذراء بطلوا صرف بقى شويه، مطلوب منكم ان انتم تبطلوا مصاريف، تبطلوا تصرفوا فلوس في حاجات ملهاش لازمه، ركزوا في مصروفاتكم، اعملوا زي كشف حساب كده، بتصرفوا فلوسكم في ايه، الحاجات اللي ممكن تتخلوا عنها، لان انا شايفه ان عندكم طاقه تبذير قويه جدا جدا. ممكن يكون عندك شويه مشاكل في صداع نصفي، او عندكم مشاكل في قله النوم، يعني ممكن يكون عندك ارق. انا يا جماعه والله العظيم اقول لكم على سر، انا عندي ارق، انا مش بنام كويس خالص، ولا بنام الصبح ولا بنام بالليل، لدرجه ان انا ممكن انام في اليوم 4 ساعات او 3 ساعات، وصلت لمرحله ان انا بقيت باخد بانادول نايت علشان انام بالليل عشان قله النوم. فادعوا لي كده ان ربنا يحل لي مشاكلي، لان والله العظيم انا عندي مشاكل كتيره قوي، يمكن محتاجه دعواتكم جدا الفتره دي. طيب انا شايفاك عايز تبقى مبسوط يا برج العذراء، بتبحث عن السعاده في حياتك، سواء بتبحث عليها قريبه منك او بعيده عنك. طيب قلت ممكن المرتبطين يكون عندهم ups and downs او مشاكل عاطفيه، تقريبا كل الابراج عندهم مشاكل عاطفيه في شهر اغسطس بسبب تراجع كوكب فينوس. انت افضل وافضل من يوم 23 اغسطس، لان الشمس هتتنقل لبرجك انت وكوكبك الحاكم، بس ممنوع اي بدايات جديده، لان كوكب عطارد هيبدا في التراجع من يوم 23، فمطلوب منك ان انت تبتعد عن اي طاقه، تبتعد عن اي بدايات جديده او اي طاقه عمليات جراحيه بقى، عمليات تجميل، الحاجات دي ابعد عنها يا مولود برج العذراء. طيب قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه، وانتم برج ايه، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، وقولوا لي يا برج العذراء هل فعلا الفتره دي حاسين ان انتم محسودين جدا والناس كلها مركزه معاكم، ولا لا هناك شخص حقود، شخص حسود، شخص غيران منك يا برج العذراء، وبينصحك، يعني بيعمل نفسه بينصحك، بيعمل نفسه ان هو مهتم بيك، بس الشخص ده طاقته ان هو حقود وحسود، وعامل يعني عامل نفسه ان هو بيحبك وان هو عايز يساعدك. فركز كويس قوي في طاقه الافراد اللي حواليك، طاقه الاشخاص اللي حواليك، شوف مين بيحبك بجد، شوف مين بيحاول يستغلك، شوف مين عايز يستفيد منك. ممكن تدخل في مشكله قضائيه وتبقى مقرقاك، انا عندي مشكلتين قضائيتين، ممكن يكون عندك مشكله قضائيه مزعلاك او مضايقاك. برضو لو انت متعصب او متضايق من الحبيب بتاعك او من الشريك بتاعك او من البارتنر بتاعك وجيت يتكلم معاك، اسمعوا يا برج العذراء، يعني لو انتوا متضايقين متخاصمين مش تتكلموا مع بعض، والحبيب بتاعك جه يتكلم معاك، ما تقلبوش تقولوا لا مش هتكلم معاك، انا مش عايز اتكلم معاك، لا اتكلم معاه واسمع منه. شايفاك بتحاول تخرج بره طاقه الارق والقلق وقله التفكير وقله النوم، فحاول ان انت فعلا تبطل التفكير، يعني سيب كل حاجه على ربنا، توكل على ربنا وسيب ربنا هو اللي يدبر، واعمل اللي عليك واسعى يا برج العذراء الفتره الجايه، على قد ما هتسعى ان انت تحسن من دخلك، على قد ما تسعى ان انت تحل مشاكلك هتقدر ان انت تحل مشاكلك، وحاول ان انت تتخلص من طاقه الكسل. سامعيني يا جماعه كده كويس ولا لا؟ الصوت واضح ولا مش واضح؟ طيب حاولوا ان انتوا تتخلصوا من طاقه الكسل يا مولود برج العذراء، وبطل تفكير شويه. شايفاك بتدور على علاقه تحس فيها بالامان، انا قلت ان مواليد برج العذراء الفتره دي عندهم مشاعر اللي هو عدم الشعور بالامان مع البارتنر بتاعهم، فدي حاجه ممكن تكون مضايقاك. ركز في اي قرار هتاخده، لان ممكن يكون عندك قرارات مصيريه الفتره الجايه، فما تاخدش اي قرار قبل تفكير عميق.
ففي فترات حساك ان انت ممكن تتقوقع على نفسك وان انت تقفل على نفسك عشان هتبقى بتحاول تفهم نفسك يا برج العذراء، وعايز يبقى عندك استشفاء وخروج من الطاقة السلبية. زي ما قلت عندكم سفر او رغبة في سفر او مصدر دخل ليه علاقة بسفر، وشجعكم على السفر ان انت هتتبسط فيه يا برج العذراء. زي ما قلت يعني لو جالك شغل جديد او طريقة شغل جديدة ممكن تشتغلها وتجرب، جرب يكون عندك مصدر دخل جديد او مصدر دخل مختلف، الموضوع هيفرق معاك كتير جدا جدا. عندك كتابة عقد او ماضي عقد جديد او عندك عقد جديد هتمضي. قولولي برج العذراء بتابعوني من فين وانتوا برج ايه. زي ما قلت تعالى بقى نتكلم عن برج العذراء والحب. وفي الحب برج العذراء في الحب شايفاك زي ما تكون انت في علاقه مش مستقره مضايقاك جدا جدا، فلو انت في علاقه مش مستقره حاول تخرج منها يا مولود برج العذراء، وابحث عن علاقه مستقره، علاقه تشعر فيها بالهدوء والاطمئنان. عندك طاقه مال يعني ممكن تستلف من حد فلوس او حد يسلف او انت تسلف حد فلوس يا برج العذراء، او تساعد حد بدفع فلوس لي. ففي طاقه يعني ايه تبادل اموال، يا اما حد انت هتساعده يا اما حد هو هيساعدك. انا ما بخافش زي ما قلت على مواليد برج العذراء بيعرف يتصرف. يعني شايفاك اكثر ذكاء، شايفه عندك احتفال بنجاح، احتفال بتفوق، انت ذكي جدا جدا يا مولود برج العذراء. شايفه ان انت في عندك طاقه تغيير انت محتاجها الفتره دي، يعني التغيير لمصلحتك، لو في اي حاجه ممكن فيها طاقه تغيير هتكون لمصلحتك وهتكون للافضل يا برج العذراء. حاول بره تخرج بره طاقه الزعل او الكآبه او الحزن او الوحده، مش لمصلحتك اطلاقا، بالعكس حاول ان انت تخرج تشوف ناس، قضي وقت حلو، واعمل هواياتك، ابحث عن هوايات جديده، بلاش تتقوقع وتنعزل وتقعد لوحدك، اهتم بشكلك واهتم بجسمك. يعني لو مش مشتركين في الجيم روحوا اشتركوا في جيم لو عندكم امكانيات تسمح ان انتوا تشتركوا في جيم، او العبوا رياضه في البيت، او انزلوا تمشوا تحت البيت. طيب قلت زي ما قلت ان موسى بنت اللذينه دي، معلش يا جماعه فينا موسى بتحاول تقرصني. طيب زي ما قلت عندكم طاقه تغيير قويه جدا جدا في حياتكم. في العمل انت مضغوط وفيه ناس كتير قوي بصون لك في شغلك اللي هو يلا بقى عايزينك تقع، ناس كتير مستنيين لك على غلطه، مسؤولياتك كتير جدا جدا بس بتنجزها، يعني خاصه في اخر اسبوع من شهر اغسطس على قد ما عندك مسؤوليات كتير على قد ما تقدر تنجزها وتخلصها كويس قوي قوي. نصيحة بقى في الحب، اختار الشخص اللي بيدعمك، اختار الشخص اللي مش بيمسك، اختار الشخص المناسب بعقلك مش بقلبك يا برج العذراء. يعني بلاش تجري ورا حد بقلبك وفي الاخر تتصدم وفي الاخر يعني تاخد مقلب في الشخص ده. يعني بلاش قلبك اللي يختار الشخص الموجود في حياتك العاطفية، خلي قلبك هو اللي يختار. زي ما قلت عندك طاقة حب جاية من سفر او طاقة مال او طاقة عملة خارجية جاية من سفر. كمان عندكم التغيير، ممكن تغير بيتك، تغير مكان، تغير مكان لمكان، عندكم من دولة لدولة، البلد لبلد، السفر، او عندكم طاقة شراء منزل جديد او شراء سيارة جديدة، اما عندك منزل جديد اما عندك سيارة جديدة. عندك امراض نفسية كتير وقلق ويعني بتتشافى من هذه الامراض، اعملوا مديتيشن، اعملوا لو اوف اتراكشن. روحانياتك عالية جدا جدا جدا، روحانيتك قوية، وعندك اللي بتحس فيه بيحصل يا برج العذراء. ابعدوا عن العصبية، ابعدوا عن التهور والاندفاع، وخليك اكثر هدوءا وركز في عملك، لان عندك طاقة اعداء كتير وعندك طاقة حاجة ممكن تقرقك او تضايقك في العمل يا مولود برج العذراء. ممكن يكون عندك مشكلة صحية فاهتم بصحتك الفترة القادمة. قولولي بتابعوني مدينة ايه وانتوا برج ايه. عندك معجبين كتير وعندك اختيارات كتير في الحب، بس انا شايفة ان الشخص الجديد قادم الى حياتك، يعني فما تديش مشاعر لشخص لا يستحقها. ولو شفت ان الشخص اللي انت بتحبه ما بيديلكش المشاعر اللي انت عايزها واللي انت تستاهلها ما تديهوش اي مشاعر يا برج العذراء. يعني ما ترخصش مشاعرك علشان حد ما بيستاهلهاش، لان انا شايفه ان في شخص بيتلاعب بيك، شخص متلاعب، شخص انتهازي، شخص استغلالي، ممكن يكون من برج الجدي او من برج الحوت او من برج العقرب، بيتلاعب بيك يا برج العذراء وبيستغلك. فما تديش لحد مشاعر غير لما تبقى حاسس انه هذا الشخص يستحق هذه المشاعر. زي ما قلت احذروا عند ماضي اي عقد، وخاصة من يوم 23 لحد يوم 14 سبتمبر. المريخ في برجك بيديلك طاقة، بيديك نشاط، بيديك حيوية، بيديك طاقة انجاز، فحاولوا ان انتوا تنجزوا وتسعوا على اي حاجة نفسكوا فيها لحد يوم 23. بس المريخ هيسيبك ويروح لبرج الميزان من يوم 27، فبعد كده خلي بالك على صحتك وعلى نشاطك. بشكركم، بحبكم جدا، اعملوا شير كتير كتير لاي حد تعرفوه من برج العذراء او مرتبط بحد من برج العذراء. برج العذراء صحتك خط احمر، لا تقاوم التغيير، اسمع للبارتنر بتاعك،
ممكن يكون في شخص هيحاول يرجع لك من الماضي، بس انا مش بشجع على رجوع لشخص من الماضي، شخص بيراقبك كمان يعني. حب نفسك يا مولود برج العذراء. شكرا، بحبكم، اي لاف يو، اشوفكم في فيديو تاني، باي باي، مع السلامه. بليز تعملوا لايك لو بتابعوني جوه مصر، او لاف لو بتابعوني بره مصر، اعملوا شير كتير كتير كتير. شكرا، باي، مع السلامه.